وهكذا كرة القدم، يوم لك ويوم عليك، وهذا كان يوم الفرنسيين وكان أيضا يوم العرب من خلال الحكم المغربي سعيد بلكولة، من خلال النجم الجزائري الأصل زين الدين زيدان، من خلال أيضا الحكم الرابع السعودي عبد الرحمن الزيد، وقبل ذلك من خلال العديد من الحكام والفرق العربية أيضا التي نتمنى أن نراها في المباراة النهائية، وقد وصل حكم عربي إلى المباراة النهائية قبل أن يصل فريق عربي. في هذا الملعب الذي كلف نصف مليار دولار فاز الفرنسيون بما تمنوه طويلا. فرنسا بطلة العالم لأول مرة بهذا الفريق الذي لم يراهن عليه الكثيرون في هذه البطولة التي شهدت 171 هدفا وكانت الأخيرة في القرن العشرين. حزن البرازيليين وطاقم الحكام بقيادة العربي المغربي سعيد الكولا يسلمون على الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء ليونيل جاسبان، وأيضا تحية خاصة من عيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي، وأيضا جوها بيلانج رئيس الاتحاد الدولي السابق أصبح الآن والرئيس الجديد جوزيف سيب بلاتر، وأيضا لينارد يوهانسون رئيس الاتحاد الأوروبي. كل هؤلاء في المقصورة الرئيسية يهنئون الحكام ويعطونهم طبعا ريبليكا أو نسخة مصغرة عن كأس العالم التي فازت بها فرنسا لأول مرة